السلام عليكم البنات، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فرحانين نشطانين ومدخمين. بنات، الموضوع ديال اليوم مزيون 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 بزاف، كيتعلق بالتجاعيد، كيفاش نتهناو منهم وبالشحوب ديال البشره. البشره كتبان فاتيكي، كتبان عيانه، كتباني ما عندكش واحد اللون اللي موحد، وكذلك الوجه ديالك مترهل، اولا عندك حنكات هابطه وهاد البلايصه هادي هبطت، وكذلك الدقن المزدوج. البنات، عندكم اليوم واحد المساج روعه روعه روعه، كيستعملوه الكوريات واليابانيات، كيستعملوه البشره ديالهم وكتبقى سبحان الله مجبده وغزاله وفنه. حنا كنلاحظوا بزاف الكوريات كيعتمدوا على المساج ديال البشره. انا البنات من الناس المحببين ولا من الناس اللي كيحبوا المساج، يعني انا بالنسبه للذات كان يعني الا بغيتيها تبقى قاصحه ومجبده الرياضه، وبالنسبه للوجه الا بغيتيه يبقى محافظ على الشباب ديالو وما يكونوش ما يترخاوش لك الخديودات، ما يكونش عندك داك الدقن هيدا المزدوج الهابط هنا ديك القرقور، ما يكونش عندك تجاعيد اللي هي باينه. خلينا من التجاعيد التعبيريه، ما كنضحكوا كيبانوا، يعني التجاعيد ما كتكون لا ضحكه لا والو، كيكونوا باينين، ضروري خاص من المساج. والمساج البنات ما غنعملوش بزيوت، غادي نعملوه بواحد الهادي اللي هي الخيار. الخيار البنات، الخيار البنات راه مثبت علميا بانه كيزول التجاعيد وكيرطب البشره وكيصفي البشره. رائع رائع، وانا من العشاق ديال الخيار، وراكم كتلاحظوا بزاف بزاف كنعتمدوا في الوصفات ديالي، دونك عزيز عليا بزاف. واول حاجه انه خاصو يكون بارد، ما يكونش يعني ما يكونش على درجه حراره المطبخ، لا نعملوه في الثلاجه، ما يكونش في المجمد، يكون غير في الثلاجه عاديه، راه كيبرد يعني هكذا كي الدوره الدمويه دغيا كتحرك لنا في الوجه وكينتج لنا الكولاجين ملي كتكون ديك البروديه والدوره الدمويه كتكون كاينه، ومع فيتامين سي اللي كاين بكثره في الخيار، ديك ساعتك كتحفز لنا الدوره الدمويه وكينتج لنا الكولاجين كذلك، وهكذا كنحسوا على الشباب ديال البشره وكتجبد البشره. اين فوا البنات غتعملوه عاد تخليوه على الوجيه ديالكم، غتحسوا ان البشره تشدت، وفي نفس الوقت غيسد لكم المسامات، يعني ملي الحاجه اللي كتسد المسامات مزيان ودغيا دغيا راها كتحيد لنا حتى ديك التجاعيد، يعني بحال اللي كنجبروا ديك التجاعيد، يعني كيرجعوا البلاصه ديالهم، يعني بحال اللي ما كيبقاوش وديك الخطوط كتبقى تلاشى مع كل استمرار. هما البنات الطريقه شحال غتعملوها، تقدري تعمليها في الصباح وفي الليل، ولكن الا كنتي ما عندكش الوقت في الصباح، ما عندكش الكانه، كتخدمي كتقراي، ما عندكش الوقت، المهم عمليه قبل ما تنعسي، وديك الساعات كتبقاي بيه حتى كتحسي الوجه ديالك تجبد، ومن بعد كتعملي الكريم ديالك الليلي او السيروم فيتامين سي او اي روتين كتعمليه ليلي بالنسبه للكريمه اللي كتستعمليها. غندور البنات دابا بالمساج. اول حاجه ملي غنجبدوه من الثلاجه كناخذوه وكنعملوا له على هذا الشكل، هذا غنعملوا له هيدا تشققات او لا خطوط هيدا بالسكين حتى كيديك الماء ديالو كيخرج على هاد الشكل هذا البنات كما كتشوفوا. وغنبداو على بركه الله، الا كان عندك الدقن غادي نبداو بهذا الشكل هذا، نجيو هنا وغنمشيو هنايا لوراء الاذن، شفتوا البنات؟ غنجيو حتى لهنا وغندوروا وغنمشيو هيدا وعبدو نطلعو. هاد الماء البنات عملوه حتى للعمق ديالكم، راه فريمون كيزول التجاعيد غزال. هذا المساج ديال الخيار، يكون بارد ماشي في الثلاجه. شفتوا البنات هيدا مع الدوره ديال هاد، شوفوا 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 هادي كيفاش كتبقى تمشي، شفتوها؟ هنا غنعمل لكم هيدا، تعملوا هيدا، وهنا هاد العصبة هادي غتجيبوها هيدا، هنا غنطلعو على هاد الشكل هذا، هنايا غنطلعو على هاد الشكل هذا. شفتوا البنات بدات كتبان ليا هنا الحمورية، نتوما غتبانش ليكم ولكن كتوضح واضحة ليا. هنا غنهبط على هاد الشكل حتى لهاد العظمة هادي، غنهبط من هنا لهاد العظمة هادي البنات هيدا، يعني غنعمل ليكم مساج العمق والوجه كامل، بعد كنرجعو هنايا وغنبداو دابا كل جنب ديال الوجه ديالنا كنبقاو غير نديو للجهه هيدا، يعني ساهل ماشي صعيب. ها هنا نكونوا سادين الطقم ديالنا ضروري. هنا البنات كنجيو هيدا باش كيطلع لينا الخط، شفتوا الخط كيفاش كيطلع؟ ها
كتجي كتا ديك رسمة ديال الخد، شفتو هادي اللي عملتها له بدات كتبان رسمة الخد. هنا غنطلعو، هذا هو المساج ديال الانف البنات، هنا كنهبطو وهنا هاد الجوايه كنطلعو. والجبهه كنعملو على هاد الشكل هذا، يعني كنبداو من هنا وكنطلعو البنات بالنسبه اللي عندها 11 وهادي اللي عندها التجاعيد في الجبهه، كنبقاو هيدا على هاد الشكل هذا. شفتوا البنات كيفاش كتحمر الجلده؟ الدوره الدمويه كتحرك وفي نفس الوقت كيتحفز لينا الكولاجين، لان هاد الماده ديال الخيار فيه فيتامين سي البنات، غزال وفيه بزاف ديال الفيتامينات، يعني مليء بالفيتامينات وغزال البشره، كيشد البشره وكيسد المسامات، يعني البشره كترجع مجبده وفي نفس الوقت كيسد لينا حتى المسامات على هذا الشكل هذا البنات. هنا بالنسبه للعين كنبداو من هنا وكنعملوا هيدا وكنديو هيدا، ها هيدا كنجيو هيدا وكنعملوا هيدا. شفتوا البنات ما نتكيوش بزاف، ما نضغطوش بزاف على الوجه ديالنا، غير بالخفه على هذا الشكل هذا كيف ما كيوضح لكم البنات. عملوا بحال الطريقه اللي عملت، راه كيحيد هذا حتى الهالات السوداء هالطريقه هذه. الشكل هذا البنات قدروا نعاودوا حتى المره حتى الجوج وحنا ماشيين. المهم البنات انا وريت لكم دابا الطريقه، تقدروا تعملوا حتى المره حتى الجوج وانتم هيدا طالعين صافي، وكتخليه حتى كينشف لك في الوجه ديالك، كتخليه تقريبا 10 دقائق يكون نشف وما تهضري ما حتى شي حاجه، بقاي هيدا. الا كنتي غتعمليه هيدا ما غتعملي موراه والو. بالنسبه للبنات اللي عندهم تجاعيد كثارين، يعني دابا اللي عندها تجاعيد عميقه غتعمل هيدا، من بعد غتعملي الماسك ديال البيض. انا نوريكم البنات كيفاش ناخذ غير البيض ديال البيض، البيض ديال البيض عادي البنات، راه كي ملي كتعملي هذا المساج هذا وكتعملي موراه البيض ديال البيض، البشره ديالك فريمون كتجبد فريمون. غتعملي من الاسبوع الاول غتلاحظي بان بعدا التجاعيد اللي ما نهضرش على العميقه، بحال مثلا نساء اللي عندهم فوق 50 سنه راه خصهم يستعملوا بزاف بزاف بزاف، يعني مثلا قول شهر عاد بدات تبان لهم النتيجه. بالنسبه للبنات اللي عندهم مثلا 25 30 35 حتى 40 45 راه دغيا ان شاء الله في الاسبوع الاول غيبدا كيبان لهم الفرق. المهم البنات باش نجيكم صريحه نيشان، البياض ديال البيض غنشبرو على هاد الشكل وغادي ندهنو العوينات ديالنا وكل شيء به، ولكن ملي غادي ندهنو يعني مور ما نعمل المساج بالضبط. البنات اللي قلت لكم مثلا ما عندهمش تجاعيد بزاف يقدروا واخا ما يعملوش البيض يخليو غير الخيار، مثلا الا كانوا غيعكزو كل نهار يعملوا مثلا البيض يعكزو، غيعملوا غير داك المساج بالخيار يوميا راه يعطيهم نتيجه. واللي بغات نتائج غزاله ومزيونه تعمل حتى وسريعه تعمل حتى البيض مور الماساج، يعني على حسب الجهد ديالك على حسب النتيجه اللي غتحصلي عليها. فهمتوني يا البنات؟ زيد الماء زيد الدقيق، يعني كل ما اجتهدتي كل ما احسن. المهم انا كنعطيك ولكن كنبغي ما نكثرش عليك، يعني اللهم قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع، يعني اللهم تعملي غير الخيار وتعملي هذا المساج هذا راه غيعطيك نتيجه، اولا ما تعملي والو. بنات على هذا الشكل غتعملي حتى العمق ديالك الا كانوا فيه تجاعيد، انا ما عنديش ولكن كيقول لك عاوتاني الحمايه خير من العلاج ولا الوقايه خير من العلاج، يعني واخا ما عندي شي ماشي حتى يولي عندي عاد نبدا غنحتاج ديك الساعه وقت.
المسألة هاد الشكل هذا، انا غنسكت دابا حتى الفهم ديالو لك، وملي غادي ينشف نرجع معكم. اوكي البنات، وما البنات كيف ما كتشوفوا معايا الشو البشره كترجع مشدوده، يعني حتى التجاعيد اللي كيكونوا هنا كيترجعوا ماشيين صفيحه واحده. شفتوا البنات كترجع مشه نيشان، يعني البنات عملوا هيدا وخليوه حتى ينشف البشره ديالكم. اللي كان عندكم تجاعيد حتى في العنق عملوه، ولكن طبقوه من هيدا من داخل على برا نسيت ما قلتها لكم شي، وبقاو ما تحركوش هيدا حتى ينشف الوجه ديالكم. من بعد غسلوه بالماء البارد، يعني بالماء ديال الكريفو نيشان غسلوه بالماء البارد صافي، وعم السيروم ديالك او الكريمه ديالك الليليه. من الاحسن البنات اللي عندهم تجاعيد هيدا عميق يعملوه في الليل هذا الروتين هذا قبل ما ينعسوا. وبالنسبه للبنات اللي كيكونوا جالسين غير في الدار تعمليه حتى في الصباح، باش هكذاك تحصلي واحد نتيجه سريعه. علاش لا، كنتي جالسه غير في الدار عمليه في الصباح اذا وقدرتي، لان الانسان اللي كي كل ما اجتهدتي كل ما احسن بالنسبه للماسكات. ومن البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، الا عجبكم عملوا لي ديزلايك، ما عجبكمش عملوا لي لا عجبكم عملوا لايك، ما عجبكمش عملوا ديزلايك، وخلوا التشجيعات ديالكم والاراء ديالكم. مرحبا بكم البنات باللي انضموا جداد والقدامات كذلك اكيد. المهم البنات كنتمنى لكم الصحه وراحه البال، ونتلاقاو في الفيديو المقبل باذن الله. خليت لكم راحه والى الملتقى. موحي.